وصفة اليوم: قطايف محشوة بالقشطة والشيكولاتة. 30 طبق في 30 يوم في رمضان. كوب دقيق، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة، ربع ملعقة ملح، كوب من الماء الدافئ. وللشراب المركز سنحتاج إلى 1 كوب سكر، كوب إلا ربع ماء، نصف عصير ليمونة، للحشو نصف كوب قشطة بلدي، 3 ملاعق كبيرة شيكولاتة بالبندق، تخلط مكونات الحشو ويوضع في الثلاجة في كيس حلواني لأنها تستخدم باردة. في إناء ساخن نضع مكونات الشراب المركز. بعد تسخين الزيت تحمر القطايف حتى يصبح لونها ذهبي. ويتم الحشو باستخدام كيس الحلواني وتزين بالفستق. صحتين مع OSN.